هل في الإسلام شيء عن مؤخر ومقدم الصداق؟ وما رأي الدين في حالة تنازل المرأة عنه؟ وما حكم المغالاة في المهور؟ الصداق عوض يدفع للمرأة عند النكاح، وهو ملك لها، لا يجوز لوليها أو زوجها أن يأخذ شيئا منه إلا برضاها، كما قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقال: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا؟ والمهر يجوز أن يدفع مرة واحدة وأن يدفع على أقساط، وذلك حسب الاتفاق، وهو يجب بمجرد العقد ويتأكد بالدخول، ولو طلقها قبل الدخول كان لها النصف، كما قال تعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. أما الطلاق بعد الدخول فلا يبيح له استرداد شيء منه، وما دام المهر ملكا للزوجة فهي حرة التصرف فيه ما دامت عاقلة رشيدة، ويجوز لها أن تتنازل عنه، أن تتنازل عن كله أو بعضه كما تنص عليه الآية المذكورة، وكما يجوز عند الخلع أن تتنازل عنه سواء تنازلت عن كله أو بعضه، بل يجوز أن تعطيه أكثر مما دفع كما ذهب إليه بعض الفقهاء. ودليله حديث بنت سهل الأنصارية: وقد اختلعت من زوجها ثابت ابن قيس وردت إليه مهرها، وهو حديقة أو حديقتان على خلاف في الروايات، وكان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري، وذلك بعد قوله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به. وليس للصداق حد أدنى، فيجوز أن يكون بكل ما يمول، للحديث التمس ولو خاتما من حديد. ورأى بعض الفقهاء ألا يقل عن ربع دينار، وبعضهم ألا يقل عن 10 دراهم، بل يجوز أن يكون منفعة من المنافع، ولا حد لأكثره، بدليل آية: وآتيتم إحداهن قنطارا. وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم المغالاة فيه. وقد روى أحمد والبيهقي بإسناد جيد حديث: من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها، يعني بالولادة. ولم يرضى لفقير أن يكلف نفسه فوق طاقته فيدفع مهرا كبيرا بالنسبة إليه. فقد روى مسلم حديث الرجل الذي تزوج على 4 أواق، فاستنكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه. فالمدار كله على طاقة الزوج، والناس مختلفون في ذلك. والغالب أن المغالاة في المهور تكون من جهة الزوجة، إلى جانب ما تطلب من شبكة وهدايا ومصاريف أخرى، وهو أمر له نتائجه الخطيرة، وهو يقلل من الإقبال على الزواج، وبخاصة في الظروف الاقتصادية الحرجة. ولو استدان الزوج فقد يعجز عن الوفاء،
وذلك له أثره على حياته الزوجية، وقد يحس بالنفور والامتعاض من الزوجة التي تسببت له في الهم بالليل والذل بالنهار. ومن أجل هذا نهى عمر عن المغالاة في المهور بما يشبه أن يكون قرارا يسري على الجميع. فيرى أن امرأة ذكرته بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن فكرته. ومن الواجب أن يكون هناك تعاون بين الطرفين في تيسير أمر الزواج، بل على المجتمع ممثلا في المسؤولين أن يتدخل من أجل مصلحة الجميع. والله أعلم.